We daddy a mafia. 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 انا منخرط في هذه الوداديه الحمد من 2016 يعني دابا تقريبا 7 سنين وحنا منخرطين معهم. نصبوا علينا هاد الناس ما قالوش لنا بان وداديه يعني وهمونا بان بروموتور بان مشروع قريب ان تما مشينا معاهم خلصنا الفلوس من غنمشيو عند النوتير غادي نتصدموا بان وداديه. مع ذلك غمضنا عينينا وقلنا نكملوا صافي طحنا كما كيقولوا الفاس طاح في الراس نكملوا. ملي كملنا معاهم لقينا مجموعه من الخروقات كنحاولوا نتصلوا بهم حبيا باش يعطونا الوثائق ولائحه المنخرطين ومجموعه من الوراق كيرفضوا. درنا جميع الطرق الحبيه كيرفضوا. مشينا للمحكمه. ملي مشينا للمحكمه الضابطة القضائية في محكمة بن سليمان مسكوهم لقاو عليهم امور ثابتة بقاو شادينهم دابا شي مدة تقريبا اكثر من 4 شهور يعني تقريبا 5 شهور. كنتصدموا في الحكم الاخير تاع محكمة بن سليمان كنحسوا بان الحكم غير منصف جاحف ماشي مع الحق. حتى ولينا كنقولوا بان وربما كاين تدخلات اللي مشات في هذا الطريق. غيحكموا على هاد الناس بخمس شهور تاع الحبس نافذة. خمس شهور تاع الحبس نافذة. هادشي واش الناس ضاربين الملاير؟ كنمشيو للكونت بونكير تاع الوداديه كنلقاو هاد الناس هاد امين المال ورئيس الوداديه كيخرج فلوس من العونات من اكادير من منطقه بعيده جدا على المنصوريه. كنلقاو بان كاين تحويلات ماليه من الكونت تاع الوداديه كتمشي لعيالاتهم وبناتهم كتمشي السهرات الليليه في عين الديام مع 4 تاع الصباح كتخلص بالكارطه تاعي انا كمنخرط وكارطه تاع مجموعه من الاخوان المنخرطين. مشينا للمحكمه. ملي مشينا للمحكمه كنلقاو الحكم كما قلت لك جاحف جاحف. وانا كنعتبر بان هذاك الحكم ماشي هو هذاك. وفي حين بان نفس الوداديات في المنصوريه وفي نفس المحكمه تاع بن سليمان تحكموا عليهم ب 8 سنين و 9 سنين تاع الحبس. حنا جينا نشكيو عندنا الثقة في القضاء المغربي جينا النيابة العامة وغنمشيو للسلطة القضائية حتى هي غنمشيو نشكيو وحقنا غادي ناخذوه باش ما كان. حنا ما بغينا لا تدخلات لا والو. حنا بغينا الحق العدالة يعني تحط يعني ما تكون عادلة مع جميع الأطراف. اليوم جينا قدمنا واحد الشكايه الرئاسه للنيابه العامه على قبل واحد الحكم صدر في هاد الوداديه في الامين المال ورئيس الوداديه خداو 5 شهور وقدمنا لهم وثائق بان هاد الناس اختلست الاموال ديال المنخرطين. انا خديت في 2000 وفي اوائل 2016 خدينا ب 5800 المتر المربع. من بعد تنكتشفوا تيقول لك خاصك تزيد زياده. حنا الزياده ما عندناش اصلا في العقد وفي العقد عندنا مده عامين تولينا من 2016 ل 2023. دابا حنا 7 سنين وحنا باقيين في الانتظار ودخلنا معاهم في 2018 للمحكمه وهي فاش من 2018 هي حتى 2022 حكموا عليهم بخمس شهور ديال الحبس بغينا نعرفوا غير ديالاش. هما دوزوها قربوا يخرجوا يمكن بقى لهم غير شي اسبوع وغادي يخرجوا. بغينا نعرفوا هاد 5 شهور ديالاش. حنا 7 سنين حنا في الانتظار وحنا مضرورين وفلوسنا مشاو وما عرفناش حتى المصير ديالنا. دابا الناس اللي كاينين هنا حنا 18 واحد متضررين كل واحد وشحال مشات لي. كاين اللي مكمل الشقه ديالو كاين اللي بقى ليه غير 2 مليون كاين اللي بقى ليه 4 كل واحد شنو يعني ما بقاش بزاف. اغلبيه هنايا كلشي مخلص الشقق ديالها كامله. جينا من الديار البلجيكا خصيصا لاننا سمعنا الحكم الاسبوع الفارط انهم حكموا على الاخوان ديال الرئيس والامين المال حكموا عليهم غير بخمس شهور لانهم خاصهم يحكموا عليهم اكثر لاننا عندنا مجموعه من الادله انهم اختلسوا الفلوس تاع الوداديه وهما فلوس ديال الملك العام دونك ما خصهمش يختلسوهم. دونك نتمنوا من العدل يعاود يفيري في هذا الامر ويعطينا وينصفنا في حقنا ان شاء الله. باغ اكزومبل انا دافع 40 مليون ابارتومون فيها 64 متر كاري 68 متر كاري دونك كنا كنمشيو عندهم على اساس ان البروجي كان واقف. لا حيت لا بديت نعاود لك راه قصه طويله. دونك كان البروجي واحد الايامات وقف ملي جينا لقيناه واقف كنا كرينا واحد الجروب صافي وبدينا كنعرفوا واش واقع.
من بعد مني تاكدنا انهم كانوا داروا شي صفقه مع واحد الشركه ديال الترونسبور ودخلوها ان على اساس انها هي اللي غادا تبني البروجي. من بعد لقيناهم انهم وقفوا البروجي، قال لك راه البني ما هواش، البني خصهم يعرفوه من الديبار، عندهم اركيتيكت، عندهم بزاف الحوايج. دونك من بعد حلينا المشكل، جينا وقفنا معاهم، طلعنا للعماله، الحمد لله تحل المشكل ديال المقاول الاول. من يتحل المشكل بداو كيبنيو الحمد لله. من بعد البني ما كانش، من بعد داز واحد الوقت بناو هذوك لي زابارت، جات واحد الوقيته هما يقولوا لنا واحد الزياده غنزيدوا لكم واحد 6 مليون وشي حاجه حتى 7 مليون. حنا ما عجبتناش هذيك الزياده، قلنا لهم بغيتونا نزيدوا هذيك الزياده، نشوفوا الوثائق يعني فين تصرفات هذه الفلوس، هذيك الساعه نقدروا نزيدوا. ما بغاوش. مشينا المره الاولى، المره الثانيه مجموعه الاخوان ما عطاوناش الوراق، قلنا جريو فيما بغيتوا تجريو. حنا مني شفنا هكاك مشينا جمعنا الوراق ديالنا ودفعنا للمحكمه، يعني عندنا مجموعه من الادلات انهم اختلسوا مجموعه من الاموال، يعني عندهم اختلاسات. واش واحد كيشد لاكارت تاعو كيخشيها في البنكه وكيجبدها وكيمشي يقصر بها؟ دونك هذا راه خيانه الامانه، خيانه مال العام، راه مال العام هذاك، خاصك عطينك واحد الناس امانه باش تخدمهم، وصدق انت جابت فلوس وتمشي تقصر بهم وتمشي تفيرسي لبنتك فلوس من الكونت ديال الوداديه، راه كتسمى اختلاسات. وفي الاخير في الحكم، ملي تصدر الحكم لقيناهم حاكمين عليهم غير بخمس شهور. دونك راه ما كاينش انصاف من المحكمه. ونتمنى وحنا جينا اليوم للنيابه العامه، درنا شكوى في النيابه العامه، نتمنى يكون ينصفونا من هنا لقدام ان شاء الله، ويكون الحل مفرح لينا ان شاء الله.